والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام المرسلين. السلام عليك يا تاج عباد الله من الأزل إلى الأبد. السلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. عليك سلام دائم متجدد يدوم دوام الكائنات وأكثر. سلام قديم بالغيوب مدون به ابتغي تيسير ما قد تعسر. السلام عليكم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ورحمة الله وبركاته. صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب الفضيلة والسماحة مشايخنا وعلمائنا الأجلاء، أصحاب السعادة السفراء، السادة المنتخبين، نواب وشيوخ وعمد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل باسمه وجميل وسمه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدا لمن ليس يفي بحمده سوى الذي أثبته لنفسه. باسمكم جميعا أرحب بضيوفنا الكرام الوافدين من خارج البلاد، أرحب بضيوف الذين حضروا معنا بالفعل، والضيوف الذين ننتظرهم بحول الله خلال مساء هذا اليوم. ولم يذكر الإخوة منهم بالرب رئيس جامعة القرويين العتيقة، تلك الجامعة التي كانت لها روافد عظيمة على ممر التاريخ في نشر رسالة العلم والإيمان، نشر رسالة العلم والإيمان بمدينة فاس في المغرب الشقيق. مدينة فاس التي أسسها المولى الإدريس الأول، وعند تأسيسه لها كان يأخذ المعول ويقول الله أكبر، اللهم اجعل العلم يخرج من حيطانها، وفعلا خرج العلم من حيطانها. مرحبا بالضيوف الذين وصلوا، ومرحبا بالضيوف الذين نتوقع وصولهم بإذن الله السميع العليم. ما ينبغي أن نقول بهذا المقام لضيوفنا الوافدين من الخارج، وللذين أيضا حلوا بنا هنا، أقول لهم جميعا مرحبا بكم، لا ضاعت أقدامنا ولا أقدامكم. وأحيي كذلك سيد والي ولاية نواكشوط الموجود معنا، والذي يخاطبه بلسان الحال قبل المقال. جزا الله خيرا جميع من حضروا ومن خصصوا لنا وقتهم الثمين، وهم في الحقيقة يخصصونه لمائدة من موائد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نداء الجمعة ينتظرنا قريبا، والمجال لا يسمح بالكثير مما يخارج الصدور، إنما هي كلمات حمد وشكر وترحيب. بعد الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى مع الأنفاس، كذلك ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن هذه النعم أن نلتئم في هذا المشهد المبارك من أنواع الطيف في بلادنا، من قادة ورجال رأي وفكر، ومن كل من حضر هنا ممن يمثل ما يمثل. هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. الحمد لله على اجتماع شملنا هنا في هذه القاعة وفي هذا اليوم المبارك، الجمعة الأولى من شهر ربيع الأنوار. أهلا بشهر المولد، شهر العلا والسدد، شهر النبي أحمد، شهر ربيع الأول. وإن كان مؤتمرنا هذا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ينعقد في هذا ظرف الزمان المبارك، فما هو إلا جزء من المشهد العام الذي تعرفه بلاد شقيق أرض موريتانيا. هذا فضاء المحبة في الله، فضاء المحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضاء شعاره بأبي أنت وأمي يا رسول الله،
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كلنا هنا نستحضر، وكل من يقفون في هذا الفضاء أو يجلسون أو هم في بيوتهم يستحضرون قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، ويتعرضون بقلوبهم لينهلوا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لينتقلوا بهذا المعين إلى أعلى درجات الإيمان. الحمد لله على خصوصية بلادنا، والحمد لله على هذا الفضاء وهذا المد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم في بلادنا وغير بلادنا. وكأننا ولله الحمد متجهون إلى صحوة شاملة عامة، إلى إجماع في جميع بقاع الإسلام على الإعلان عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء بكل ما يمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإننا نعتز بالتصريح الأخير الذي صدر من بلاد الحرمين الشريفين من المملكة العربية السعودية، وصدر على لسان أحد أكابر علمائها، عضو في هيئة كبار العلماء ومستشار في الديوان الملكي، وهو يقول فيه أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعد من أعظم القربات، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وبرهن أن هنالك توجه عام لهذه الصحوة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ورب ضارة نافعة، كل ما نشاهد من مآسي وفتن ومحن مما تم الحديث عنه من قبل، وكل ما يقع من إساءات ومن استهزاء بالجناب النبوي الشريف، ما هو إلا فرصة لإظهار الحقيقة. والله سبحانه وتعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده. أنتهز هذه الفرصة وفي هذا المقام لأنادي بحملات في هذا الشهر المبارك وفي كل وقت، في شهر ربيع الأنوار الذي خصه الله تعالى بأن جعله ظرفا زمانيا لخروج سيد الأولين والآخرين من عالم الأمر إلى عالم الخلق. وكما ذكر سيدي العلامة محمد المختار من قبل: أيا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاقه، أيروم مخلوق ذناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. أراد الله بفضله وحكمته أن يكون شهر ربيع الأول محطة لكثير من محطات سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من مولده إلى هجرته إلى منامه إلى انتقاله للرفيق الأعلى. الله سبحانه وتعالى يخص من شاء بما شاء، ولد الهدى والكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. منادي من هذا المنبر إلى حملة تحت عنوان: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، لنتوجه جميعا بالدعاء والتضرع والابتهال لله سبحانه وتعالى ودوام ذكره، ليرفع عنا البلاء، ليديم علينا نعمه ظاهرا وباطنا، ليجمع شمل أمة الإسلام، ليحقن دماء المسلمين في كل مكان. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. ننتهز فرصة هذا الأمان، أمان وجود النبي صلى الله عليه وسلم واستمرار رسالته الباقية إلى يوم الدين، وأمان ذكر الله: فاذكروني أذكركم. الحملة الثانية هي حملة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لنكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحاجة فيها لنا لا له صلوات الله وسلامه عليه، فملائكة الله والله جل وعلا يصلي عليه، فلنكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك أحباب لكم على مستوى العالم يرفعون هذا الشعار، يصلون إلى ملايين الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم المبارك، موسم ربيع الأول، لنكون قرة عين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه. النداء الثالث: وجهوا إلى المسؤولين في بلادنا، وخاصة إلى المنظومة التربوية، وموجود ولله الحمد في هذه المنصة من يهتم بهذا الشأن. نريد بتجفيف منابع الإساءة، لا بد أن نجفف منابع الإساءة على مستوى العالم،
نتحدى بذلك نجتهد في تجفيف منابع النساء في بلادنا، وذلك برفع معدلات التدريس ومعدلات المواد التي تدرس على كل المستويات في محاضرنا، في المدرسة الابتدائية، في المدرسة الثانوية، في الإعدادية، في الجامعات. وأقترح في ذلك ثلاث مواد: مادة السيرة النبوية حتى يطلع الجميع على أفضل خلق الله تبارك وتعالى في تطوراته، حتى يعرف الجميع من هو المصطفى صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، حتى كما قال العلامة محمد الحسن قبل حين: يصل خطاب القلوب إلى القلوب وترتبط قلوبنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مادة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المادة الثانية هي مادة الأخلاق المحمدية، آداب وسلوك، حتى يتصرف كل منا كما كان يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر أقرب من وال من ذلك. والمادة الثالثة هي ثقافة المحبة والأخوة في الإسلام لنشر رسالة السلم والسلام. أرجو أن تدرج هذه المواد في مناهجنا التربوية، ويكون لها ضارب يعادل ضارب الرياضيات والعلوم والفيزياء وكل المواد الرئيسية. هذا هو الذي سيوفر لنا الحصانة والمناعة، هذا هو الذي سيلقح أجسامنا وقلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون بين صفوفنا مسيء ولا ملحد ولا مدبر عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن هنا فنقول في حق المسيئين أينما كانوا، سواء في بلادنا أجارنا الله من ذلك وأعاذنا منه، أو سواء في بقاع أخرى من العالم، نقول في حقهم: لا ينبغي على الإطلاق أن يكون في صفنا مسيء، بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل نراعي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ونوجه الجميع إلى ما ينبغي من محبة ومن تعظيم لشعائر الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا هنا أدعوكم إلى الترحم على الذين كانوا معنا، شهدوا معنا هذا الافتتاح الماضي وهذا الموسم الماضي. هم الآن نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أدعوكم كذلك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحمد لله، وإلى الدعاء لكل سجنائنا في الخارج. نحمد الله على رجوع سجين انتظرناه طويلا، وهو الأخ محمد دون صلاحي الذي عاد إلى البلاد، وبلادنا وقيادتنا مشكورة على ما بذلت من الجهود، ونرجو أن يعود كذلك سجين آخر لنا، ندعو الله جميعا له والأستاذ إسحاق المختار، وندعو الجميع قيادة ورجال رأي إلى السعي من أجل جمع شمل أسرته به وجمع شمل البلاد به. فليس على الله مستنكر أن يجمع شمل الجميع ويمن علينا بالعافية جميعا ويحقق رجاء الجميع. أنتهزوا هذه الفرصة ليتوجه بالشكر إلى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز على ما يقوم به من جهود مباركة في أداء مهمته المنوطة به بإعلاء كلمة الله، وفي تقدير أهل العلم، وفي فتح الفضاء أمام أهل المحبة، وفي ما تقوم به الدولة والحكومة كذلك برئاسة الوزير الأول، وإخوتنا بوزارة الشؤون الإسلامية سيد الوزير الحاضر معنا، وسائر أعضاء الحكومة الذين يهتمون بهذا الشأن. نشكر له ذلك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونسأل الله أن يسدد خطانا وخطاهم. وأشكر رؤساء الأحزاب السياسية الذين حضروا معنا، أنواع الطيف السياسي، وكل الذين حضروا وخصصوا لنا وقتهم الثمين ليعبروا عن ارتباطهم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أشكر كذلك أعيان المجتمع المدني
من نقابة المحامين ونقابة المهندسين ونقابة الأساتذة وكل الذين حضروا، ووفود البلديات التي حضرت هنا من بلديات من داخل البلاد، من النعمة إلى زورات ومن الشمال إلى الجنوب. كما أشكر الاتحادات الطلابية التي ساهمت كذلك بحضور وفود منها في هذا الجمع المبارك. أتوجه بالشكر إلى الجميع، والوقت ضيق ولا يسعني أن أقول ما أريد أن أقوله لكم في هذا المقام. أهني سيادة الرئيس فخامة الرئيس محمد عبد العزيز حفظه الله بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني، أعاد الله علينا بخير ويمن وبركة. وأهني كذلك شعب الموريتاني بأسره، وكل عام وأنتم بخير. وجزا الله خيرا المؤسسات الإعلامية، القنوات الفضائية والإذاعات، وكل الذين حضروا هنا ليساهموا في تغطية هذا المؤتمر. والتحية مرفوعة من خلال أخونا الأستاذ الفاضل مدير المركز الإقليمي، مرفوعة إلى الدكتور عبد العزيز زمان التويزري وإلى المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم على مشاركتهم لنا في هذا المؤتمر. جزاهم الله خير الجزاء، والتحية لكم جميعا، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.